حدود شاسعة ووضع أمني متدهور، أسباب تضعها السلطات المحلية لتبرير حالات تهريب الوقود التي أصبحت مشكلة رئيسية تكبر يوما بعد آخر. مناطق كاملة تشهد انقطاعا للوقود كالجنوب مثلا نتيجة تهريبه من الطريق الواصلة بين الشمال والجنوب، لتعلن شركة البريغا استمرار عجزها في إيصال الوقود للمنطقة إلى حين ضمان وضع حل للحالة الأمنية. شركة البريغا، وعلى لسان المتحدث باسمها أحمد المسلاتي، أكدت أن مسؤوليتها هي إيصال الوقود إلى شركات التوزيع والتي هي المخولة بإدارة محطات الوقود. المسلاتي أوضح للنبأ أن شركة لا تتمتع بسلطة رقابية على محطات الوقود لكي تتابع عمليات التهريب وتمنعها. 21 مليون دينار ليبي بلغت قيمة خسائر تهريب الوقود مطلع العام الجاري فقط بحسب لجنة أزمة الوقود والغاز، التي ذكرت أن عمليات التهريب أصبحت تجارة رائجة داخل السوق المحلي. سوق سوداء شكلت خلال السنوات الماضية في أكثر من مدينة ليبية، حيث بلغ عدد المطلوبين لدى النائب العام 144 مهرباً. أصدر بحقهم أوامر قبض على خلفية تورطهم في تهريب المحروقات. مكتب النائب العام كشف في فبراير الماضي النقابة عن وجود أكثر من 300 شخصية متورطة في عمليات تهريب وشبه فساد بالمال العام. ووفقاً للنائب العام، توجد شبكات تواصل بين مافيات التهريب في الداخل والخارج، تشكل سوقاً سوداء على الحدود المشتركة بين ليبيا وبعض دول الجوار. وعلى الرغم من إطلاق لجنة أزمة الوقود عملية مكافحة تهريب الوقود في أبريل الماضي، إلا أنها لم تستطع إنهاء عملية التهريب بشكل كامل.